والله بتنورينا كل اسبوع، وموضوع اهم من التاني. وبجد فكره هنا الحديث عن الخمول والكسل اللي هو بيصيب تقريبا كل شخص، حتى لو مش بيصيبه بصفه مستمره، لازم من فتره لفتره تحسي ان انت عندك مش قادره اعمل حاجه. نصحى اوقات الصبح كده النهارده مش يومي، او مش قادره اتحرك. فايه القصه؟ ده راجع اصلا لايه؟ الخمول والكسل نتيجة أسباب كتيرة جدا. احنا أولا لازم نعرف ندير طاقتنا، ولازم يبقى عندنا نشاط. صعب قوي لما يبقى شاب ولا بنت في الثلاثينات ما عندهاش نشاط. هي لازم يبقى عندها نشاط. صعب ان سيدة أكبر شوية عندها أولاد وبتشتغل ولازم تاخد بالها من بيتها وولادها وجوزها وما يبقاش عندها نشاط. الأسباب الخمول والكسل راجع لحاجات كتيرة جدا. أولا لازم ننام كويس. أكيد لو أنا بنام 4 الصبح واصحى 8 عشان أروح شغلي، اليوم كله بايظ. أو العكس بقى، إنك تنامي كتير جدا. بالظبط. أنا بقى من الناس دي، أنا ممكن أقعد نايمة 20 ساعة عادي وأبقى عايزة أنام تاني والله. بس هو لا، هو ده كم يعني كل حاجة ليها فعلا مساوئها. لان ما ينفعش طول الوقت نبقى نايمين. مهم قوي نلعب رياضه. احنا جايين ننام، انا جايه انام. يعني بتيجي بعد كده ما بتعملش حاجه في دنيتك. لا بس فعلا احنا بنهزر، بس الموضوع فعلا حقيقي. لا والنوم الكتير اصلا بيجيب خمول. بيجيب خمول. فانت دايره طبعاً. واحده طبعا. يعني لازم ننام بالليل، ما ننامش الصبح. الصبح ده للشغل وبالليل للراحه. ولازم نلعب رياضه. الرياضه بينشط لي الجسم وبينشط لي المخ وبينشط لي الاعصاب. عندنا كمان، انا طبعا بتكلم على مشاكل الخمول مش نتيجه لمرض معين. لان في امراض بتعمل بالزبط خمول. بالظبط، وضحنا فعلا النقطه. يعني امراض الكبد بتعمل خمول، امراض الغده الدرقيه، امراض القلب، مرض السكري او مرض السكر، كل ده بيؤدي الى خمول. فلازم نبقى عاملين التشيك اب وعارفين ان احنا سلام من الامراض دي. اوكي. فبيبقى يا اما نقص نوم، القلق والتوتر برضو بيخليكي على طول مش مركزة كمان، يعني خمول وعدم تركيز، وأكيد سوء التغذية وكثرة الإفراط في التدخين. وسوء التغذية في حاجتين مهمين قوي. مشروبات الطاقة، ما ينفعش ان احنا نفرط في مشروبات الطاقة. يعني ما ينفعش ناخد مشروب طاقة 5 6 7 مرات في اليوم. لا ده كده انتحار. 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 وما ينفعش اعمل اكسس للكافيين. دي حاجة. لازم نشرب ميه كويس قوي، لان لازم اعزز الدوره الدمويه. ولازم اكل اكل فيه فيتامينز بتعلي لي معدل الايض وبتعلي لي التمثيل الغذائي، وتقدر تحول لي الاكل اللي باكله الى طاقه. من اهم الفيتامينز دي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. يعني الكوبالامين مهم قوي. كومبلكس عشان نفهم الناس، اللي هو احنا بنتكلم عن فيتامين بي بمشتقاته كلها، يعني كامل. بالظبط. فده متوفر في الب مالتي فيت. الب مالتي فيت. الب مالتي فيت من المكملات الغذائيه المفضله لدي انا شخصيا، لان الب مالتي فيت صعب قوي انك انت تلاقي مكمل غذائي لم يملك كل الفيتامينات من فيتامين بي. ممكن يبقى فيه مثلا فيتامين بي 1 و2 و3 مش موجود ال12. طب ال12 مهم جدا، وصعب ان انا اعرف اخد كذا فيتامين في يوم واحد. اولا هصرف فلوس كتير قوي وهتنسى وحاجات كتيره. بالظبط. الب مالتي فيت رائع. اولا واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، وطبعا بيبقى تحت اشراف وزاره الصحه، وموجود ومتوافر في كل صيدليات مصر، مش بس في القاهره. احنا موجودين في القاهره وموجودين في خط الصعيد كله. كنت معانا الاسبوع اللي فات، قلت لي تحديدا على موضوع الصيدليات المختلفه ان انتوا هتبقوا في كل المحافظات، ده فورشور، بس لسه التوزيع في الصيدليات اللي في كل محافظه كامله لسه فيها كلام. طبعا. الموضوع ايه دلوقتي؟ خلاص بدانا يعني نعمل التوزيع المطلوب، يعني لان الطلب عليه اصلا. عايزه اقول لحضراتكم على حاجه، لان كان في حد بعت برنامج كان بيسأل، الأرقام على طول مشغولة. دي حقيقة، بس الأرقام كانت على طول مشغولة لأن ناس كتير جدا كانت مش لاقية الدواء في الصيدليات الفترة اللي فاتت، بتكلم من تقريبا 3 أسابيع، وكانت بتحاول إن هي تحصل عليه من خلال الأرقام. لكن دلوقتي أي حد هيتصل الأرقام متاحة، تقدروا إن أنتوا تتكلموا، تقدروا إن أنتوا تحجزوا الدواء، تقدروا إن أنتوا تستفسروا عن كمان الأفرع المختلفة. فيعني مفيش أي مشكلة خالص، عشان برضو الناس تبقى عارفة النقطة دي. عايزة أقول يا نهاوند، إحنا الكول سنتر بتاعنا شغال 24 ساعة. بيبقى أكيد وقت الحلقة ضغط رهيب جدا. بالظبط. اللي لا مشغول يرجع يتكلم تاني بين الحلقات، بيبقى الضغط قليل شويه. حلو. وشغالين الجمعه، احنا ما عندناش يوم اجازه، وشغالين حتى فتره مسائيه. طب نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني يا جماعه؟